طيب يعني جماعة. هل ده معناه ان يوم 11 ويوم 12 نتفائل ولا نتشائم ولا يبقى الوضع على ما هو عليه؟ الموضوع ليس بالسهولة بمكان، لأن جريمة الإبادة الجماعية ليست جريمة حرب ولا نعم جريمة ضد الإنسانية، جريمة منفصلة مستقلة، وهي جريمة الجرائم الدولية، والأمر هنا في يكمن في إثبات القصد الخاص. ولكن القصد الخاص في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولكن من وجهة نظري جنوب أفريقيا قدمت العديد من الأدلة الموثقة التي تثبت أن إسرائيل فعلت وحرضت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وعلى أقل تقدير أستاذة سارة أنها لم تتدخل لمنع ارتكاب الجريمة من قبل الجيش الإسرائيلي، فضلا عن أن جنوب أفريقيا تقدمت بأدلة أخرى من بأدلة عديدة، من بينها التحريض الرسمي من وزراء الدفاع ونتنياهو. هي كل التصريحات اللي احنا كنا بنتابعها من بداية الأزمة. خليني طيب يعني أشكر حضرتك وننتظر إيه اللي هيحصل يوم 11 و12، ونتابع برضو مع حضرتك يعني مخرجات ما سيحدث في هذه القضية. دكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، شكرا لحضرتك. طب